برحب بحضراتكم جديد، وصلنا دلوقتي لفقرة الصحافة اللي بنحلل فيها أبرز المنشطات في الصحف المحلية والعالمية. سعدنا وشرفنا يكون موجود معانا عبر الهاتف الأستاذ محمد الأحمدي، الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع. صباح الخير، ودايما منورنا في صباح مين. صباح النور على حضرتك يا فندم وعلى كل السادة المشاهدين لميزات في كل مكان. ناخد مع بعض الخبر الأول. الخبر الأول بيقول الرئيس يوجه باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لإنهاء مدينة العدالة. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستمرار جهود تطوير المنظومة القضائية والالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة لانتهاء من مدينة العدالة، بما يضمن تحسنا نوعيا ملموسا في منظومة التقاضي المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المستشار عمر مروان وزير العدل. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي بأن الرئيس اطلع على أبرز محاول تطوير منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تطوير مقار وأبنية دور المحاكم والعدالة ويرفع من كفائتها باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، حيث تابع الرئيس في هذا الإطار تطوير العمل بمدينة العدالة بالعاصمة الإدارية الجديدة. خليني في البداية أسأل حضرتك، احنا شايفين طبعا في تقدم ملحوظ، تقدم كبير جدا، ولو اتكلمنا من 2013 لحد النهاردة شفنا كمان في أبنية جديدة وفي تطوير جديد، وفكرة التحول الرقمي بشكل عام اللي بتقدمه الدولة والتواكب مع العالم. كمان لو اتكلمنا عن المنظومة، وطبعا فخامة الرئيس هنا بيتابع كمان مدينة العدالة، المدينة الصرح الكبير اللي موجود في العاصمة الإدارية، وقد ايه ده هيساهم في تحسين وتسريع الخدمة المقدمة للمواطن. تعليق حضرتك. هو بس في البداية زي ما حضرتك ذكرت ان يعني الموضوع ده بيأتي في إطار ان الدولة بتلجأ لفكرة الرقمنة بشكل كبير لكافة المؤسسات، الدولة بتلجأ لإدخال التكنولوجيا ومواكبة العصر بشكل كبير جدا. صحيح. خلال يعني كل مؤسسات الدولة مش بس المنظومة القضائية، بنشوف ده في السجل المدني، بنشوف ده في الإجراءات التانية الخاصة ب يعني منظومة العدالة ومنظومة القضاء والداخلية ويعني حتى الوزارات والهيئات المختلفة، بنشوف ده في الكهرباء، بنشوف ده في المية، بنشوف ده في أغلب الإجراءات اللي الحكومة بتاخدها بشكل كبير جدا إن هي تسهل على المواطن الإجراءات الحكومية بشكل كبير، إن هي تسهل على المواطن فكرة استخدام التكنولوجيا بشكل كبير جدا، فمنها مدينة العدالة اللي الدولة بتسعى لها الآن في يعني العاصمة الإدارية الجديدة. الفكرة إن هي استخدام التكنولوجيا والرقمنة في الفكرة دي هتعمل على إن يكون في تسهيل لإجراءات التقاضي للمواطن، وإن يكون في تطور من فلسفة العمل في المنظومة القضائية. يعني ده الهدف الأساسي منه، إن يكون في تسهيل لتعاملات المواطن اليومية مع المنظومة القضائية، وده طبعا يعني هيساهم في حماية الحقوق وإن هو يحافظ على مصالحه بشكل كبير. صحيح. ناخد مع بعض الخبر الثاني، بس خليني في البداية طبعا أنا أشكرك بشكل شخصي لحضرتك، يعني زميل وصديق عزيز، وحضرتك كمان تقابلنا امبارح في الندوة اللي كانت موجودة في المركز الثقافي، والخبر اللي جاي حضرتك كاتبه كمان في اليوم السابع. الخبر بيقول الأنباء إرمية، الانتخابات حق من حقوق المواطن يكفله الدستور ويحميه القانون. قال الأنباء إرمية الأسقف العام ورئيس المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي أن المواطنة أساس مشاركة كل شخص فيه يخص بلده من أمور، فكل أبناء مصر هم مصريين يتمتعون بنفس الحقوق ونفس الالتزامات، موضحا أن مفهوم المواطنة جسده البابا شنودة الثالث بمقولة مصر ليس وطن نعيش فيه بل وطن يعيش فينا. وكمان تابع الأنباء إرمية وقال في المؤتمر اللي كان موجود في المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي عن الانتخابات، حق من حقوق يكفله الدستور ويحميه القانون، إن مصر احتوت كل البلاد منذ بداية الخليقة، فمصر كانت النموذج الكلاسيكي للدولة الثابتة، وكانت تمتص وتتبع الثقافات المختلفة، وكل الغزاة الذين جاءوا إلى مصر لم يستطيعوا تغيير ثقافة هذا الشعب، فبالتالي أصبحت مصر مقبرة الغزاة. خلينا نتكلم عن الندوة، أو خلينا نتكلم عن الملحمة الجميلة اللي كانت موجودة في المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي،
وكلمة حضرة صاحب النيافة الأنبا إرميا وهو بيقول وبيتكلم وكان بيناشد كل المصريين بشكل عام، وكان بيناشد كمان أولاد الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وبيقول إن عليك واجب. الدستور والقانون بيقول كلمة واجب، عليك التزام حاجة بسيطة جدا قدام بلدك اللي موجود فيها الأمن والأمان والاستقرار، والأمن والأمان والاستقرار لا يقدر بتمن. ولو بصينا على الخريطة، ونيافة الأنبا إرميا كان بيقول امبارح واحنا بنبص على الخريطة، ومصر دايما البلد الأبية المحروسة ما بين كل بلدان المنطقة، مصر كبيرة وغالية. حضرتك شايف نيافة الأنبا إرميا امبارح وبيتكلم وبيشدد على المصريين الحق والواجب تجاه هذا الوطن والحق الدستوري في الذهاب للانتخابات الرئاسة المقبلة، حضرتك شايف الخبر ده ازاي؟ طيب خلينا بس يعني نقول في البداية ان دايما المركز الثقافي الأرثوذكسي ونيافة الأنبا إرميا بيبذلوا جهود كبيرة جدا في التوعية للمواطنين، بيبذلوا جهود كبيرة جدا في يعني ان يكون في حالة من ربط المواطنين بالواقع اللي بتشهده الدولة المصرية بشكل كبير جدا. صحيح. وده مجهود محترم ويحسب للمركز الثقافي الأرثوذكسي ولنيافة الأنبا إرميا. أما بالنسبة للمشاركة في الانتخابات فده يعني كما تفضل نيافة الأنبا إرميا وقال إن هو حق من الحقوق بشكل كبير جدا، الدستور بيكفله للمواطن والقانون بيحميه. فكرة إن أنت يعني يكون لك حق من حقوقك في الدستور وهو التصويت في الانتخابات الرئاسية، دي مسألة مهمة جدا ان يكون يعني ان المواطن يعرف ان صوته ده غالي جدا، وان صوته يعني هيأثر بشكل كبير جدا في مستقبل البلد، هيأثر بشكل كبير جدا في ان الرئيس القادم ما يأخذه من قرارات تتناسب مع الدولة المصرية، هيأثر بشكل كبير جدا في القرارات اللي هيأخذها الرئيس المقبل في العلاقات الخارجية مع الدول الأخرى. يعني صوتك ده صوت غالي جدا، وصوتك هيأثر بشكل كبير جدا في يعني المستقبل بالنسبة لمصر وبالنسبة لكل الأوضاع في المنطقة وفي العالم. صحيح. يعني وده لمدة 6 سنين جاية. صحيح. احنا كمان بنشكرك على مقالة حضرتك في اليوم السابع أستاذنا الكبير. ناخد مع بعض الخبر اللي بعده. رئيس الوزراء يتابع عدد من ملفات عمل جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومنتهيات الصغر. التقى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء باسل رحمي رئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لمتابعة عدد من ملفات عمل الجهاز، واستهل رئيس الوزراء اللقاء بتجديد الإشارة إلى دور جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في تحقيق أهداف خلال ما يوفره من حزمة متكاملة للخدمات المالية والغير مالية لأصحاب تلك المشروعات. خليني أسأل حضرتك في البداية، وهنا دولة رئيس الوزراء بيهتم هنا بجهاز المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية، وفكرة احنا داخلين على مرحلة طبعا دلوقتي بنحاول قد ما نقدر بنقلل الفاتورة الاستيرادية، وطبعا الدولة كمان ممثلة في كل الجهات التشجيع على المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية للتواكب، ويكون دايما عندنا اكتفاء وفكرة التشجيع على الصناعة وأيضا جذب الاستثمار. حضرتك شايف الخبر ده ازاي؟ طيب خلينا اقول لحضرتك برضو في البداية بان يعني احنا شهدنا يعني تبعات اثار اقتصادية كبيرة ممكن. صحيح. للفترة اللي فاتت من الاحداث المختلفة اللي احنا شفناها في المنطقة وفي العالم زي حرب اوكرانيا وزي فيروس كورونا وزي الحروب اللي احنا بنشوفها طول الوقت، فده أثر بشكل كبير جدا ممكن على العمالة الخاصة، العمالة الغير منتظمة، المشاريع اللي كانت يعني في مشاريع كتير كانت قائمة، فالدولة المصرية بتحاول ان هي تعوض يعني خسائر بشكل كبير جدا على الرغم من انها نسبة يعني خسارتها من المشروعات والعمالة الغير منتظمة دي لو قارناها بدول تانية كتير جدا هنلاقي ان الدولة المصرية تعاملت مع الموضوع بحكمة، وان الإصلاح الاقتصادي اللي كان أخذه السيد رئيس في 2016 ده ساهم بشكل كبير جدا في الخروج من الأزمة بشكل محترم وبشكل منتظم على عكس بقية دول العالم الثانية
اللي كانت بسبب فيروس كورونا لجأت للإغلاق التام ولجأت لخسائر كتير والحاجات دي كلها. فبالتالي المشروعات الصغيرة والمتوسطة اللي الحكومة بتبذلها مع الشباب هي بتهدف لي يعني النهوض بالاقتصاد المصري بشكل كبير جدا، بتهدف لي خلق فرص عمل بشكل كبير بالنسبة للشباب وتشجيعهم، بتهدف لي أن يكون في خلق مناخ عام يسمح بال يعني يعني زي ما نوع التشغيل للشباب والحد من البطاله بشكل كبير جدا. فهي بتاتي في اطار المجهودات اللي بتبذلها الدوله للنهوض بالاقتصاد المصري والنهوض بالعماله الغير منتظمه. صحيح. يعني من محليا دوليا، والخبر هنا يعني خبر مستفز. الخارجيه الفلسطينيه ترفض تصريحات نتنياهو وحكومته بشان تفويض ومنع تجسيد الدوله الفلسطينيه. أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية تصريحات وأقوال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في لقائه مع عدد من أعضاء حزب اليكود التي تتفاخر بها بقدرتها على منع قيام دولة فلسطين في الضفة الغربية وقطاع غزة. وقالت الخارجية في بيان أن تصريحات نتنياهو تتكرر لموقفه المعتاد والمعادي للسلام ولحقوق الشعب الفلسطيني وللشرعية والاعتراف بدولة فلسطين. خليني أسأل حضرتك في البداية، وطبعا ده مش التصريح الأول ولا الثاني، شفنا الوقت تصريح نتنياهو وأيضا تصريح وزير المالية وتصريحات قبل كده أن الشعب الفلسطيني يضرب بالنووي وفكرة التشجيع وعلى التهجير وطبعا وإدخال اسم مصر في جملة يعني، وبنتكلم كمان عن الحرب النفسية من التفاخر واستخدام القوة العسكرية الغاشمة وأيضا استخدام كمان جرائم الحرب التي لا يقبلها عقل ولا دين ولا أي شخص اللي بيستخدموها من يوم 7 اكتوبر حتى الخمس ايام، ويمكن كمان خلال فتره الهدنه تم الانتهاك ببعض من العمليات العسكريه. حضرتك شايف الخبر ده ازاي؟ طيب خلينا اقول لحضرتك بس في البدايه باني يعني في المقوله اللي بتقول من امن العقاب اساء الادب. صح. ده يعني الاجراءات او الانتهاكات اللي بيرتكبها الاحتلال الاسرائيلي بشكل كبير جدا، لان هو عارف ان في مجتمع دولي ما بيحاسبوش، لأنه هو عارف بشكل كبير جدا ان اغلب الدول الاوروبيه والولايات المتحده الامريكيه واقفه معاه في ظهره، وبالتالي هو بيرتكب اغلب الانتهاكات في الاراضي الفلسطينيه، بيرتكب اغلب الانتهاكات في كل يعني البلاد اللي هي احتلها بشكل كبير جدا. فبالتالي لما بنشوفه وهو بيقصف في المستشفيات زي مستشفى المعمداني ويعني مستشفى الشفاء وغيره، لما بنشوفه هو بيقتل الأطفال وبيقتل النساء، ولما بنشوفه هو بيقصف المساجد والكنائس كمان، لما بنشوفه هو بيرتكب أفظع الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني والدولة الفلسطينية، فمش غريب عليه إنه يكون في تصريحات زي دي. بالنسبة لي ان هو يعني لما كان طلع الاول وقال ان يتم تهجير الفلسطينيين الى سيناء، بعد كده يعني هو بدا ان هو بعد كده يقول طب انا هحدد مين اللي هيحكم غزة، طب انا هحدد مين اللي المفروض يكون موجود في الضفة، وهو يتعامل مع يعني الارض الفلسطينية والاراضي الفلسطينية والحق الفلسطيني على انه حق مكتسب منذ كان اخده في يعني وعد بولفور الشهير. فبالتالي هو عارف ان مفيش يعني دول بتقف قدامه، مفيش، عارف ان الامم المتحده مش هتقدر ان هي تعمل معاه حاجه، عارف مجلس الامن الدولي مش هيقدر ان هو ياخد معاه اي قرار، فبالتالي هو بيرتكب افظع الانتهاكات وبيرتكب افظع الجرائم بشكل كبير جدا. فيعني نتمنى ان يكون في يعني صحوه من كل شعوب الدول الأوروبية وكل الشعوب في جميع دول العالم إن صحيح. إن الإنسانية بيتم تدميرها. أستاذ محمد، يمكن عشان الوقت بس كمان عايز أخد رأي حضرتك في الخبر اللي بعده، تقريبا هو في نفس السياق يعني، أنيتو نرحب بتمديد الهدنة ووقف القتال وأطلاق سراح المحتجزين وإيصال المساعدات.
أفادت مصادر إخبارية أن الناتو رحب بتمهيد الهدنة ووقف القتال في غزة وإطلاق سراح المحتجزين بغزة، مشددين على ضرورة إيصال المساعدات لغزة. وأسفرت الجهود المصرية القطرية عن تمديد الهدنة الإنسانية في قطاع غزة إلا يومين إضافيين بين قوات الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية بعد أن كانت مقرر الانتهاء ليها يوم الاثنين. وعايز أسأل حضرتك، هي الفكرة بس المدة تخلص إمتى؟ المدة تخلص يوم الأربع، ولكن أنا سؤالي ما بعد الهدنة، وإلى متى يبقى المجتمع الدولي في صمت تجاه القضية الفلسطينية؟ ده اللي احنا بنقوله دائما، وده اللي احنا يعني بنتكلم فيه، ان يعني فكرة الهدنة هي يعني ساهمت وقف اطلاق النار نوعا ما، ولكن ماذا بعد الهدنة؟ يعني ماذا بعد انتهاء الهدنة؟ نتنياهو نفسه صرح وقال ان احنا سنعاود القصف مرة تانية والقتل مرة تانية وكل ده، يعني تحت زعم ان هو بيحارب حركة حماس، وهو في النهاية بيقتل في المدنيين، بيقتل في الأطفال والمستشفيات بيقصفها، وبنشوف ده بشكل كبير. يعني هو مجهودات اللي تمت فيه الهدنة وإيصال المساعدات هي مجهودات محترمة ومجهودات طيبة من الدولة المصرية ودولة قطر، ولكن المجتمع الدولي عليه أن يتحرك، الأمم المتحدة عليها أن يكون لها دور فعال في الأمر، الولايات المتحدة الأمريكية عليها أن يكون لها دور فعال في الأمر، وأن يكون في يعني وقف إطلاق النار بشكل أبدي مش محدد بوقت، وأن يكون في تبادل أسرى من الجانبين بشكل كبير جدا خلال الفترة الجاية، وإيصال مساعدات. ونتمنى يا رب من كل قلوبنا وندعي صلواتنا أن يكون في وقف للحرب الدائرة، وأن ربنا سبحانه وتعالى يبعث الأمن والسلام للشعب الفلسطيني إن شاء الله. يعني طبعا نتمنى السلام والأمان لإخواتنا الموجودين في فلسطين، اللي حرب شغالة من يوم 7 أكتوبر والأمور يعني مش أحسن حاجة، يمكن فيه هدنة لمدة 5 أيام، لكن نتمنى طبعا الجلوس على الطاولة، وطبعا يعني يكون في حلول دائمة مش مجرد هدنة 5 أيام، ويكون إن شاء الله في أمان. ده كان الخبر الأخير معانا. بنشكر الأستاذ محمد الأحمدي الكاتب الصحفي بجريدة اليوم السابع، كنت معنا على الهاتف. كده خلصت فقرة الصحافة، هنطلع فاصل، وبعد الفاصل الفقرة الجاية فقرة مهمة جدا، ودي هتكون مع زميلتي مارينا، وهتكون كمان ضيفتها عبر ماسنجر، وهنتكلم عن حاجة مهمة جدا، صوتك أمانة. بنتكلم عن خلاص أيام بتفصلنا عن الانتخابات، يعني تقريبا يوم الجمعة انتخابات المقيمين بالخارج، وبعدين كم يوم كمان هتبقى الانتخابات، وبتكلم عن الحق الدستوري. أنا بقولك ده حقك، انزل قول رأيك، شارك بصوتك، قول اللي انت عايز تقوله، ولكن أرض هذا الوطن ليها حق عليك. السلام والأمان اللي انت موجود فيه دلوقتي حق عليك. طبعا احنا شفنا امبارح الندوة اللي كانت موجودة في المركز الثقافي القبط الأرثوذكسي، واللي كان فيها إقامات كبيرة من المتكلمين، حضرة صاحب النيافة الأنبا أرمية، كمان كان معالي النائب كامل ميشيل، وكمان قدس أبونا أرمية مكرم، وكمان دكتور إيهاب ألدس، وكان في كوكبة كبيرة من الحضور من فئات مختلفة من الشعب المصري. كان سيدنا بيقول إن كل واحد يعيش في أرض هذا الوطن، كل مصري يبلغ من العمر 18 سنة، عنده رقم قومي، ليه حق في الانتخاب، ده حقك. احنا خلاص تعافينا وبقى عندنا ثقافة الديمقراطية، وبنطبق ده في الأرض الواقع. وكمان احنا عندنا التزام لينا وللي حوالينا ولأولادنا. طبعا ابنك الصغير ده لازم تعلمه ان يكون ليه صوت في كل حاجة، البداية حب الوطن، وكمان الواجب. الدستور بيقول واجب وطني. عشان نتكلم باستفاضة عن حب الوطن، وعن ازاي ان احنا نتشجع ويكون عندنا ثقافة ان احنا ننزل الانتخابات وقول رأينا، هيكون معانا عبر الماسنجر الدكتورة أمل شمس، أستاذ علم الاجتماع، مع زميلتي مارينا. هنطلع فاصل، وبعد الفاصل خليكم معانا.